يشجع ويقدم الدعم للعناصر الوطنية. تبدأ ضربة مرمى، حاولت إخراج الكرة، هذه فرصة لذلك المنتخب المغربي. للحارس دياس كل ينتظر الهدف الأول للمنتخب الوطني المغربي. غادي يحرك المباراة وكذلك غادي يعطي ثقة للشيء الكثير بالنسبة للاعبين. خطات الكرة للوبيز روبرتو على مستوى الجهة اليسرى، تدخل مستوى التصنيف الفيفا وصعد المركز 11 وهو الأول عربيا وإفريقيا كيجي بعد المشاركة الناجحة المميزة والرائعة لكرة القدم المغربية بكأس العالم والوصول للدور النصف النهائي. تليها الإنجاز من المنتخب الكبير حميد صابر دياس، تمريرات من لاعبين المنتخب الرأس الأخضر، كانت مراوغة من لوبيز روبرتو، الكرة في الوسط، استرجاع الكرة من طرف حكيم زياش، تعود من جديد لفائدة منتخب الرأس الأخضر على مستوى الجهة اليسرى، كرة طويلة خارج أرضية الملعب، أنس زروري وبقية اللاعبين، كذلك فهد موفي الذي يلعب في الدوري البرتغالي. أسماء اللي ستبحث كذلك عن المكانة ديالها في المنتخب الوطني المغربي، لأنه المكان أصبح غالي صراحة. الجولتين السابقتين كرة في ذات منتخب الرأس الأخضر، والآن كلعبوا الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع، ترجع الكرة للحارس، لاحظوا الضغط من طارق تيسودالي، مراوغة ديال الحارس دياز اللي هو، ولكن الكره مشات فوق المرمى، كذلك تضيع هذه المحاوله. نضيف الانجازات ديال لاعبي ديال المنتخب الوطني المغربي، كذلك انس زروري اللي حقق صعود الدوري الانجليزي الممتاز مع فريق بيرلي الانجليزي. كلها نتائج ما يمكن الا ان تعطي دفعه قويه بالنسبه للاعبي ديال المنتخب الوطني المغربي. حكم كيمنح للمدافع يانيك والحارس دياز ديني بورغيس كرة طويلة لمدافع يفوز باللقب الدوري الأوروبي على حساب فريق روما الإيطالي بضربة جزاء. كان الاحتفال كذلك بالمطيري مزدوج بعيد ميلاده وإتمامه الستوري. تنفذ الشرط، كرة في الجهة اليسرى لفائدة منتخب الرأس الأخضر، تدخل أمام طامان دو سانتوس. أحمد فراس 42 هدف، عسيلة 21، كاماتشو 19، غريزي 18، الشماخ العربي حجي، كلهم لاعبين اللي كانوا هدافين بالنسبة للمنتخب المغربي والكرة المغربية. رجعت الكرة للحارس دياز، هذه فرصة حكيم زياش فرصة الهدف والمراوغة، ولكن كان تدخل واسترجاع الكرة من طرف المدافع اعتقد سيميدو. قلت بان يعني التحركات ديال نصير مزراوي وديال اشرف حكيمي بامكانها يعني تعطي الاكل ديالها. تضيع الكرة لزكريا بوخلال، تمريرة وكذلك العودة ديال اسامة الادريسي. صباح المدافع، كرة طويلة، تدخل اسماعيل قدوس، الحكم يقول لك هناك خطأ في ريال مينديز. الاحتراف بالدوريات الأوروبية والاحتراف بأندية كبيرة فكيكون كذلك مهم جدا بالنسبة للمنتخبات الوطنية. تعبت الكرة في الجهة اليسرى، هذه فرصة لحكيم زياد، الرأس الأخضر انه يفتح الخطوط ديالو، وبالتالي يمكن المهمة تكون أفضل وأحسن بالنسبة للعناصر الوطنية. كرة طويلة، المغربي الأقل من 23 سنة اللي حاضرين في المباراة، واللي قلت بأن كنتظرهم لنهائيات كأس أمم إفريقيا. نتمنوا أن تابت الكرة طويلة، ممتاز جواد اليامي خبر الرأس، يانيك طافاريس الهدف اللي بإمكانه أن يحرك المدرجات. جواد اليميق، زكريا بوخلال.